أقرضت مقدارا معينا من الذهب لرجل ليقضي حاجته، فهل يرده ذهبا أم يرد ثمنه؟ جزاكم الله خيرا. بالخيار، فهذا دين لك في جملته، لك أن تتقاضاه من نوعه، ولك أن تتقاضى بدله من عملة أخرى أو من سلع وعروض تجارة، فالأمر راجع إليك. لك أن تتقاضى من جنس الدين، ولك أن تتقاضى بدله ما لم يكن هناك مواطئة من قبل بينك وبينه.